هم قالوا لي تايم خلاص خلصنا، بس انا هديك دقيقتين تكلمني فيهم على البرسيل. كتر الف خيرك والله. وهيضربوني بعد المكالمه بس يعني. معاك. هم دقيقتين بقى على طول. بيرسي تاو انشغل على طول بين هم دقيقتين بس. بيرسي تاو كريم فرق كبير جدا ما بيرسي تاو، وانا متفق جدا مع كابتن حسن كلامك بيقول في البدايه بيرسي تاو قبل مارسيل كولر وما بعد مارسيل كولر. بص هنا بيرسي تاو وعمليه الضغط، بيرسي تاو ما كانش بيعمل ادوار الاساسيه. بص بيرسي تاو وعمليه الضغط يا كريم، الراجل بقى بيعمل عمليه الضغط طول الوقت طول الوقت مع النادي الاهلي، ما كانش بيعمل ده خالص. ليه؟ لان قدراته البدنيه ما كانتش جاهزه ولا هو كان قادر. هقطعك بس ارجع، هو دوت عشان بص بيرسي تاو بيضغط ازاي، رضا سليم ما بيعملش كده. كمل يلا كمل فكمل بقى كمل. بص هنا يا كريم طول الوقت الوعي، هو راح خد المكان بسرعه، هو الراجل مش حط ووقف، هو حط الوان واستنى التو ووقف. رجع لي بس معلش دي 10 ثواني، رجع لي الجون الثاني، عشان الجون الثاني بالنسبه لي عظمه الجون غير التحرك غير هجمه المساحه. لا رجع قبل اول ما يستلم، بس واقفين برضه وعي، هو عارف ان اللعيبه هيخش هيقفل عليه، ما قداموش حل غير انه يرقص ويرجع من وراه تاني. لمسه برجله اليمين، كمل اللمسه دي هي الجول. بص هو لمسه، هو رجعه، هو فنته في ثانيه. هو مروان اللي استلم ولا بيرسي؟ لا بيرسي اللي استلم. انا شفتها. لا بيرسي اللي استلم مليون في الميه. وداله حته كده باليمين عندها، حته صغيره قوي عشان لا مليون في الميه بيرسي. ماشي. الكادر الثاني اللي شفته عدناها كذا مره. طب يلا ناخد اللي بعدها على طول. الاستلامه دي بالنسبه لي هي الجول، والانهاء عظيم جدا برجليه الشمال. تاني كمل بقى هات الجون اللي بعده. وطبعا يعني الباس بعد امام، اتكلمنا على امام كتير. بص يا كريم الاستلام الهدوء الشديد، الراجل جدا بيعدل برجليه الشمال، حافظ بيعدلها بالشمال وهيحطها. وده هرجع اقول تاني كواليتي. الراجل ده متاسس، عارف هو بيعمل ايه. في لعيبه كتير بدون ذكر اسماء اجنحه في النادي الاهلي بتجي لهم فرصه واثنين وثلاثه. الجول ده توفيق برضه طبعا، لمسه خبطت سنه صغيره، لمست وغيرت اتجاه 100%. هو ده التوفيق عشان بس المهم انك تاخد القرار. صح كده، تاخد القرار وبعد كده التوفيق يبقى معاك.